بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والحرية لمعتقلينا والنصر لثورتنا. أنا القاضي أحمد نعيمي رئيس النيابة العامة بحلب، أعلن انشقاقي عن هذا النظام المجرم وانضمامي إلى مجلس القضاء السوري الحر، وذلك بسبب ارتكاب النظام المجازر الوحشية بحق شعبنا الأعزل، وأدعو كافة الزملاء الشرفاء إلى المسارعة بالانشقاق عن هذا النظام اللاشرعي، كما أنني أطلب المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الطاغية بشار بجرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا في سوريا. وعاش السورية حرة، والله ولي التوفيق.